السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بسيطة جدا، قناة العلوم والتكنولوجيا، وأهلا بكم في الدرس 34 من دورة صمم تطبيقات بنفسك بدون برمجة، الدورة اللي بدأناها من شهرين كده. النهاردة الدورة بتاعتنا اتكلمنا في أكتر من حاجة، وإحنا بناخد الأمر تدريجي واحدة واحدة، يعني بمعنى أصح عشان نوصل لدرجة الاحتراف اللي احنا محتاجينها. في البداية كده طبعا هناخد الجزء الأول من الدورة، ومعنا الفيديو طبعا التعليقات تبقى لآخر فيديو معنا زي ما تعودنا في كل جزء أو في كل درس. التعليقات بتقول: أستاذ عماد، عماد بيقول ربنا يرزقك بالخير يا رب، ويكرم أصلك ويوفقك. شكرا جزيلا يا أستاذ عماد. باشمهندس محمد يحيى، نستمتع جدا خصوصا عندما تنزل فيديوهات كل يوم، حتى نشتغل بدروسك ونستفاد أكتر. ربنا يخليك، أنا بحاول على قد ما أقدر والله إن أنا أنزل لكم درس أو أكتر كل يوم عشان نقدر نوصل لمراحل متطورة للتطبيق بتاعنا. أستاذ عماد، عماد بيقول بجد طريقة شرحك بسيطة، ربنا يخليك يا رب، أنا بفهم منك أكتر من دكاترة الجامعة، ربنا يخليك، كأنت تكون بتشرح برمجة هيكلية، ربنا يخليك. شكرا جزيلا أستاذ عماد، شرفتني في القناة وأنا بتشرف بوجودك يعني. منوعات بيقول الله يبارك أخي الكريم، رب يحفظك، ياريت تضع فيديوهات عن كيفية وضع الإعلانات في التطبيق ورفعها على جوجل بلاي، وأيضا درس حول قواعد البيانات. طبعا يعني في البداية أنا بشكرك طبعا وبشكر مشاركتك معايا. بالنسبة للجزء الأول الخاص بوضع إعلانات في التطبيق، طبعا ده هنخصص له أكتر من درس، مش درس واحد بس، وهيبقى بس طبعا عشان أوصل إن أنا أضع إعلانات في التطبيق، معنى كده إن أنا خلصت التطبيق بتاعي أو خلصت يعني معظم حاجات الدورة يعني بمعنى صح. فأنا بقى أنا هدفي إن أنا أتعلم ازاي اعمل تطبيق في البداية، وبعد كده ببدأ اعمل ايه، ببدأ احط اعلانات عليه، ابدأ ادخل في المرحلة اللي بعد كده، تمام. اما رفعه على جوجل بلاي، طبعا اكيد هيتم ان احنا ان شاء الله ازاي هنرفع على مطور جوجل بلاي التطبيق بتاعنا، وهتلاقوا ان مفيش اي مشاكل في الرفع. برضو ايضا درس حول قواعد البيانات، درس حول قواعد البيانات، طبعا درسنا ده قواعد البيانات دي هناخد فيها اكتر من درس، وهنخصص لها جزء خاص بيه برضو يعني، وهتبقى خاصة برضو بالماي سيكول والسيكول لايت، وازاي هنقدر نعمل داتا سواء اوفلاين او سواء اونلاين. دي بالنسبة لكل التعليقات اللي عندنا، هندخل في شرح او في درس النهاردة، وهو درس انيميشن. الدرس ده من اهم الدروس اللي ممكن نقدر ان احنا نتكلم فيها الفترة الجاية، وهي دروس الانيميشن. يعني ايه دروس الانيميشن؟ احنا هنعمل درس او حاجة جديدة اسمها انيميشن، وهندوس فينش، وهندخل على الدرس الكلار بتاعنا. والانيميشن دي يعني ايه؟ الانيميشن دي يعني بمعنى صح رسوم متحركة او حاجة احنا بنحركها، اوكي؟ يعني انا ازاي ادي طابع مميز للحاجة بتاعتي. يعني انا مثلا عايز، وليكن هندي مثال بسيط كده، انا عايز انزل بوتن هنا، وليكن انا بدي مثال يعني، انزل بوتن هنا، مش عايزه يبقى ثابت، عايزه اول ما السكرين دي تتحمل، اوكي، يبدأ يتحرك يمين وشمال كده، يبدا يتحرك يمين وشمال. طبعا قليل جدا تلاقيها في التطبيقات يعني، لكن طبعا هي مهمه ومهمه جدا، تمام، ودي بتبقى بدايه لدروس ثانيه وافكار ثانيه، تمام. فتقدر ازاي تحركه يمين وشمال؟ طبعا انت اول ما بتنزله يعني البوتن اهو، اول ما بينزل مفيش، يعني انا ازاي هبدا يتحرك يعني يمين وشمال؟ يعني هو بيفضل ثابت زي ما حضراتكم عارفين، لكن انا بقى اول ما يعمل تحميل للشاشه، لا انا اقدر احركه، يقدر يتحرك اول ما اديله الامر، اول مثلا ما اضغط بوتن تحت يبقى خاص بالتحريك، يبدا يحرك البوتن بتاعنا ده، تمام. طيب نعرفها منين بقى؟ احنا نزلنا بوتن اهو، وهننزل حاجه اسمها انيميشن
انيميشن تمام، ودي هتلاقيها في الاضافات، هتلاقيها في الاضافات هنا حاجه اسمها الاضافات هنا اهي، هتلاقوا فيها كذا حاجه كذا حاجه من الاضافات اللي احنا هنتعرف عليها حاجه حاجه ان شاء الله تمام. ودي حاجات مهمه جدا بصراحه يعني. الانيميشن، اضافه الانيميشن، يعني ايه اضافه الانيميشن بقى؟ هندخل كده على البلوكس، واحنا ما عندناش غير بوتن وغير انيميشن بس، فاحنا هنقول اول ما السكرين دي يعني معلش اول ما السكرين دي تتحمل اوكي اهي، نجيب بقى الانيميشن، سيبكم من البوتن خالص، نجيب الانيميشن. الانيميشن بتاعنا فيه كذا حاجه، فيه طبعا لو ايرور، لو حصل ايرور ولا حاجه بنبدا ندوس الكليك بتاعتنا او الدوت بتاعتنا، وفي كول، وفي طبعا يعني ما فيهوش الا جيت واحده اللي هي الانيميشن مثلا. طبعا من كلامهم يعني هيبان يعني باونس هوريزونتال برضه نفس النظام، باونس فيرجوال بالتحرك، التحرك بيبقى عن طريق راسي او عمود يعني، جيت بوتوم بوزيشن وجيت ليفت بوزيشن، طبعا التحرك يمين التحرك شمال، التحرك في التوب فوق، التحرك في نقطة اكس في نقطة واي، تعرفين ان في حاجة اسمها نقطة اكس ونقطة واي تمام، دي ممكن تبحث عنها في جوجل عشان تفهمها اكتر يعني، نقطة اكس ونقطة واي خلاص. في اوفر شوت هوريزونتال واوفر شوت فيرجوال، دي الرأسي والعمودي، والروتيشن طبعا الدوران برضو، والزوم برضو الزوم عليه و كل حاجة. طبعا الحاجات دي يعني من اساميها كده معروفة ومعروف وظيفة ايه. طب تعال ناخد اول حاجة كده ندرب يعني، احنا مع بعض على فكرة، احنا مع بعض هندرب يعني. هنقول في ثلاث حاجات، احنا عندنا اربع خانات، معلش اربع خانات، حاجة اسمها الاداة نفسها كومبوند وستارت بوزيشن واند بوزيشن وديوريشن تمام، ديوريشن للتدوير يعني او ده الاضافه، ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. احنا هنشتغل على ايه؟ على التكست او على اي حاجه احنا عايزينها عايزين نشتغل عليها، فاحنا هنشتغل على التكست. فهنروح نجيب ايه بقى؟ هنروح نجيب الجيت بتاعه البوتن، معلش عذرا احنا هنشتغل على البوتن مش التكست معلش، فاحنا هنجيب دي اهي، احنا هنجيب ايه دي تمام. في عندنا ستارت بوزيشن واند بوزيشن، هو يبدا من كام وينتهي لكام؟ تعال نقول ان هو هيبدا من 0 وينتهي ل 100 مثلا اوكي، كنقطه بدايه ونقطه ايه اختلاف، ونغير في الارقام ونشوف رد الفعل هتبقى عامل ازاي. فطبعا احنا هنا بيعمل ريتيرن ايه، ايوه بالظبط كده بيعمل ريتيرن الرقم اهو يعني. بصوا ستارت هوريزونتال باونز انيميشن the duration is set millisecond بالملي سكند، الديوريشن ده بيبقى بالملي سكند تمام. وفي برضه يوز اكزامبل فور 1 فور او 1 سكند ايه 1000، يعني هنا السكند بايه ال 1000، هنا الديوريشن لو دوسنا 1000 يبقى هي 1 سكند، 2 يبقى 2 يبقى 2000 يبقى 2 سكند كده يعني، وده بنستخدمها اكتر برضه في الكلوك والحاجات دي يعني. طيب تعالوا كده نشوف الماس، وهنجيب الرقم طبعا، مش هنروح نجيب تكست يعني، احنا هنجيب رقم خلاص، احنا كبرنا على الحاجات دي دلوقتي. هنعمل ديبليكيت برضو هنا، كله هياخد ايه؟ هياخد ارقام، ونخلي دي زيرو زي ما هي، ونخلي دي 100 مثلا، ونخلي بقى احنا هنعملها ايه؟ سكند واحده، ثانيه واحده يعني تمام، نخليها 1000 مش واحد بقى لا 1000، معروف كده في البرمجه في اللغه اللي احنا بنبرمج بيها دي، ان الالف بيساوي 1 سكند، 2000 2 سكند، 3000 كده يعني 4000 4 سكند تمام. طيب تعال نجرب كده نشوف التجريب كده يعني، هو معلش هو طبعا احنا عملنا حاجه كده للتطبيق يعني، لكن هو الافضل عندنا ان احنا نخلي البوتون يبقى كليك يعني، فاهمني يعني كده، ونخلي البوتون كليك عشان نقدر نشوف ايه، نقدر اول ما نضغط عليه يقدر يطلع لنا الحاجه بتاعتنا. تعالى كده نضغط، بصوا
بصوا بصوا اهو بيتغير اهو، يعني بصوا ضغطة واحدة بس. يعني طب تعالى كده نغير ال، تعالى نغير كده بص بقى بطيء اهو، بقى بطيء بص بياخد هنا. طب نغير ده كده بص، طب نغير نخليه 500 وليكن. بص شوف شوف نخليه 3 ثواني. بص طب نخليه 800. بص بص الشكل عامل ازاي، خليه نضغط عليه كده. يعني احنا لو عملنا بس ريفريش كده هيرجع في نفس مكانه، ده مكانه الرئيسي اللي هو قلنا عليه في الديزاين اللي هو ايه، اللي هو هنا. تمام، فطبعا شايفين شايفين ادي ده الانيميشن اللي احنا ايه، اللي احنا كنا نقصده ده بالتغيير. الحاجات دي اللي احنا قلنا عليها هيبدأ ايه يغيره. طبعا خلينا البطن هنا لايه حاجة بتاعت. طيب ده بالنسبة لي اول حاجة، وهي العمودي الهوريزنتال. تمام، في بقى الرأس. يعني انا دلوقتي عملنا كده، طب تعال نعمل كده بقى تحت، تيجي نجرب كده، نجرب بدل دي باونس دي نعملها كده، وناخد الانيميشن وناخد فيرجوال اهي. خلاص فيرجوال هناخد نفس المكونات ونروح حاطينها. تعالى كده ناخد نفس المكونات ونروح ايه، نروح حاطينها. تعالى وتعالى ايه، تعالى نجرب نعمل ريفريش اهو. بص نزل تحت، بص بص المنظر عامل ازاي. بص هو طبعا في التطبيق هيشتغل افضل يعني. طب تعالى كده نغلي ال، نخلي ال سكرين في النص في المنتصف، خليه منتصف كده ونشوف ندوس. بص طبعا انا لو جيت هنا وخليتها مثلا ثانية واحدة، شوف بقى اللي هيحصل. شوف نزلت بسرعة، لو خليتها مثلا 5 ثواني 5000 ايه ضغط. بص 800 هينزل تحت اكتر، 1500 مثلا. بص نزل تحت خالص ماشي. طيب ده بالنسبة لإيه لتاني. طب نجرب حاجة تاني اوكي. تعالى كده ناخد دي كده ونجرب حاجة تاني انيميشن، ونجرب تاني حاجة اللي هي اوفر شوت. شوف اوفر شوت ده هيعمل ايه. احنا عندنا نفس المكونات بس في حاجة تنشن حاجة تانية. هناخد نفس الكومباوندز خلاص، ناخد دي برضو، ناخد دي كده، ناخد دي كده، ونعمل اصلا نصور دي نخليها 100 مثلا، ونخلي دي مثلا ايه 3. دي برضو نفس النظام هيبقى ايه، هتبقى برضو بس تعالى نجربها كده نخليها 1. نرمي بقى الحاجات دي خلاص، تعالى نشوف بنفسنا ايه اللي هيحصل. ريفرش كده، تعالى كده نجرب. بص 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 بيعمل ايه، بيروح ويجي. طب نخليه 500 نجرب. بص هيرجع تاني. طب نخلي ده 2 كده او 3 مثلا، نعمل ريفرش شوف هيعمل ايه، هيرجع تاني. نخلي ده 5 مثلا، نعمل ريفرش راح فين، هيرجع تاني. طب نخلي ده مثلا 800، نعمل ريفرش هيرجع تاني، لا مش هيرجع تاني. نخليه 500، ونخلي مثلا ده
2000 اللي هي ثانيتين، ونعمل ريفرش على نضغط كده رجع تاني اهو، سيبيه يرجع. انت بقى تجرب وتعمل ايه. طبعا ده خلي واحد مثلا ايه، تمام، نخلي مثلا ده يكون 20. شوف السرعة 10، ده سرعة ايه، سرعة الارتداد نفسه. تمام، ده بالنسبة لتاني ايه، تاني حاجة. طيب ده الهوريزونتال العمودي، نشوف بقى الايه الفيرجوال اهو. نروح منزلين ده بس كده، نروح واخدين ده كده بالظبط كده، منزلينه وبرضه نفس الايه نفس الحاجة، ونشوف هيعمل ايه. تمام، تعالى نعمل ريفرش، نعمل ريفرش ويندوز كده، نشوف بقى هيحصل ايه. بص هينزل، هيترد تاني، نعمل تاني هيرد تاني. خلاص، موضوع سهل وبسيط يعني. ندخل بقى على الروتيشن، نجرب كده الروتيشن. تمام، ده بالنسبة للأوفر شوت. في بقى الروتيشن في البداية، هي الفكرة كلها في الروتيشن. الروتيشن دي بمعنى أصح اللي هي إيه، الروتيشن دي دوران، يعني دوران نص. يعني إحنا عندنا نص أهو، التكست ده البوتون ده عايزين يلف حوالين نفسه. طب هيلف إيه، بدرجة كام؟ أهو هنا برضو هنا دي الأداة اللي إحنا هنحطها اللي هي البوتون. مثلا إحنا هنلفها الروتيشن ستارت ديجري، يعني الدرجة اللي هتبدأ بيها الروتيشن والدرجة اللي هتنتهي بيها الروتيشن. احنا عايزين مثلا نلفها 360 درجة، يعني بمعنى صح هتيجي كده تلف حوالين نفسها. تمام، عفوا، الروتيشن هتلف حوالين نفسها كام؟ 360 درجة. تمام، وفي عندنا اخر حاجة اللي هي الايه، الديوريشن. الديوريشن دي يعني ايه بقى؟ الديوريشن دي يعني التوقيت اللي هيلف فيه كام ثانية، ثانية اتنين تلاتة. فطبعا مش هتبقى بالواحد، هتبقى بالالف، الف اتنين تلاتة، فهي كل الف بثانية. طب هنجيب دي كده ونحط دي كده. تمام، وهندخل اول حاجة دي. تمام، وبعد كده الارقام بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، وهناخد اخر واحده اللي هي دي من 0 ل 360 اللي هي اللفه نفسها عشان تبقى لفه كامله. واحنا هنقول مثلا ان هي خلال ثانيتين مثلا. طب تعال نشوف كده، يعني احنا هنعمل ريفرش. تمام، وهنخلي معلش نخلي بقى دي في النص عشان ايه تبان اكتر، نخليها في السنتر. خلاص، طب تعالى كده نضغط. بص الجمال. شوف انت بقى، لو يعني لو عملت ضغطت مثلا حاجة او كده بيبدأ ده يلف بالطريقة اللي انت شايفها دي، يعني يبدأ ده يلف بالطريقة اللي انت ايه اللي انت شايفها. يعني مثلا احنا لو قلنا ان هو يحط تكست، هنقول مثلا ان هو يحط ايه، نحط كلمة دوران. اوكي، يعني احنا هنيجي هنا ونروح حاطين، وليكن مثال، والله هو الامثلة دي بتيجي على دماغي، يعني بتيجي في دماغي مرة واحدة يعني. فهي المثال هنا مثلا احنا حطينا تكست بوكس اهو، مش هنعمل له حاجة، هنكتب بس فيه كلمة واحدة، هنحوش الهنت دي وهنكتب كلمة دوران فيه. تمام، اول ما نكتب كلمة دوران، تمام، البوتن ده يعمل دوران. خلاص، او ممكن نحط سبيس كده، ثواني، ممكن نحط سبيس، يبقى سبيس هنا كده نخليه مثلا وليكن يعني 70 وليكن، ونحط بوتن تاني خليه تحت كده، وده اللي هنسميه بقى، ده اللي هنسميه ايه، يعني احنا هنعملها مع بعض نشوفها بتعمل ازاي. هنا
نسميه هنا هنسميه دوران خلاص او دوران الزر، وهنا هنسميه ايه، ولا نخليه زي ما هو كده تمام، ونخلي ده زر باك جراوند ايه، باك جراوند مختلفة كده عشان يبان، ونخلي الفونت بولد ونخليه 30 عشان يبقى ايه، او نخليه بس عشان يعرف يلف براحته، ونشوف الابعاد بتاعته نخليه ايه مش زي كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص دوران النص، هندوس دوران النص ونبدا ايه، نبدا بس نكبر التكست تاني بتاعتنا، نخليه فونت بولد ونخلي ده ايه 25 عشان برضو ايه يبقى النص كبير اللي احنا هنكتبه. تعالى كده نبرمج بقى. دلوقتي احنا عندنا بوتون واحد اللي هو الدوران، والتاني اللي احنا هنخليه دور تمام. نحط كده وناخد البوتون 1 ونقول ايه، ونقول هاي دور بلفة 360 درجة اللي احنا عملناها دي تمام. هنقول بقى ايه، هنقول لازم تفهموا النقطة دي، لو المستخدم دخل هنا في التكست بتاعتنا دي كلمة دوران اللي احنا هندخلها تمام، اعمل لف الكلام ده تمام. تعال بقى نشوف هنعمل ايه. هنقول اف، اف فين اهي، لو هي طالما كلمة لو، قلنا كلمة لو يبقى لازم نجيب اف تمام. هنقول لو ايه بقى، لو التكست بوكس دي دخل فيها كلمة دوران او المستخدم ادخل فيها كلمة دوران، يبقى لو التكست بوكس يساوي كلمة دوران يبقى هنجيب اللوجيك الاول اللي هو اللوجيك بتاعي يساوي، بعد كده هنروح عند التكست بوكس وناخد منه القيمة جيت. الجيت بتاع ايه بقى، بتاع التكست نص اهي، الجيت بتاع التكست تمام. وهنقول تكست، هنروح نجيب تكست طبعا مش نمبر لان ده هيعود بنص، ونكتب فيه كلمة دوران وندوس انتر، لا ندوس مسافة ولا أي حاجة، دوران كلمة دوران اللي انتوا شايفينها دي، وهنجيب الكول نحطها هنا وبنفس المكونات اللي احنا ايه حاطينها منها. طب تعالى نجرب كده، نعمل ريفرش الأول، تعالى نعمل ريفرش، هنكتب كلمة دوران ونعمل كده وندوس. بس شفتوا بقى، شفتوا الغلطة اللي احنا غلطناها، هو لف الدوران دي، لا احنا عايزين نلف دي خلاص. يبقى شفتوا بقى ان كل حاجة يعني احنا دي هنروح شايلينها كده، وكان ممكن نعمل حركة تاني بالظبط كده ان احنا ندوس الخانة اللي تحت تمام، ونجيب الجيت بتاعتها تمام، ونجيب دي كده ونجيب دي ونمسح او نخلي كلمة دوران زي ما هي، ونعمل طبعا هي هتتمسح اول ما نعمل ريفرش، نكتب كلمة دوران ونجرب كده. شوف اهي. طب تعالى نجرب نكتب، نحذف بس النون، شوف هيحصل ايه، مش هيحصل اي حاجة. شوف نكتب النون، نضغط هنا اهي بقت ايه. ده مثال يعني، ده مثال طبعا الحاجة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ممكن هي كانت بوتن 1 ممكن نخليها بوتن 2 بدل ما نروح ونجيبها كسرعة يعني. ده بالنسبة لي رابع عنصر معانا النهاردة او كفكرة، انا الافكار دي والله بتيجي في دماغي مرة واحدة يعني، مش بقى مرتب لها قبلها بالحلقة يعني. ده بالنسبة للانيميشن. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للأنيميشن. فاحنا هن يعني هن هن عشان بس السرعة في أدائنا أكتر تمام، هنجيب دي كده وخلينا بس نشتغل أكتر على البوتن 1 أو خلينا في البوتن 2 اللي هي الزرقاء اللي احنا قلنا عليها، هنشتغل في الزرقاء دي، وهنعمل حاجة طريفة فيها وهي هنعمل إيه بقى؟ طبعا الأنيميشن دي خلاص، ندخل في حاجة تانية من حاجات اللي انا مش عارف فكره، هي اداه ظريفه جدا الزوم. اخر حاجه الزوم، الزوم عندنا
المكون بتاعها اللي هو بوتون 1 او بوتون 2 وستارت سكال واند سكال وديوريشن. سكال يعني ايه؟ سكال يعني الزوم بتاعها، العرض بتاعها او الحاجه بتاعتها، التضخم بتاعها. يعني دي مثلا المفروض زوم يعني هتكبر، تمام؟ دي هتكبر فتكبر اكتر يعني، فاهمني؟ تبدا يعني بمعنى صح عندنا في اللغه المصريه تنفش، فاهمني؟ فتبدا تكبر كده وبعدين تصغر تاني حسب ما احنا عايزين. خلاص. طيب تعالوا كده نشوف المكونات. طبعا هناخد المكون ده، معلش يعني هناخدها كده، ناخد دي الزيرو هنا، ناخد دي هنا كده، والديوريشن التوقيت بتاعها هيبقى في قد ايه وقت. ماشي. تعال نقول مثلا ان هي هتبقى 200 ودي البوتون. ماشي. اول ما بوتون 2، اول ما نضغط بقى على ايه؟ على بوتون 2. سيبكم بقى من كلمة دوران دي، وهنضغط على بوتون 2 دي. اللي حصل طبعا كبرت قوي قوي، شايفين؟ بقت زرقاء كلها. نعمل ريفريش تاني، يعني بقت زرقاء كلها. طب تعالى كده نشوف، نجرب 50 بس. بص كبرت برضو نفس النظام، نقول 2، نعمل ريفريش. بص شوف المنظر بقى عامل ازاي. شوف، نقول واحد هنا، واحد مثلا، ندوس. أداة جميلة جدا بصراحة. شوف شوف بقت جميلة ازاي، يعني بتبدأ تطلع. يعني احنا بنقول مثلا لو هيبدأ يكتب هنا تبدأ تكبر زي ما انتوا شايفين كده، تمام. دي بالنسبه للتكست اوف بوتون يعني، او الزوم بتاعها. طيب ده برضو ممكن نخليه 3 ثواني عشان يبقى يعني، ممكن ندوس كده. شوف بالراحه كده بالشكل اللي انتم شايفين. طبعا انت بتبدا تطبق وتشوف ايه اللي يناسبك وكده من خلال المعاينه الاوليه كل شويه، تمام. برضو نفس النظام ده بالنسبه للزوم. ده بالنسبه للديوريشن او الحاجه اللي احنا اتكلمنا ايه، الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها، تمام. في عندنا اخر حاجتين بقى اللي هم، ودول سهلين يعني وتعاملهم زي ما قلنا كده. طبعا بيقول لك هنا جيت بوتوم بوزيشن، ويدخل الكومبوم بتاع الاداه بتاعتك اللي هي دي، تمام. هنا في حاله مثلا هتبقى تحت كده، خلاص تبقى تحت، انت هتبقى حاططها مثلا فوق، انت بتقول لك جيت بوتوم، خلاص هي هتبقى ايه؟ جيت بوتوم يعني انزل تحت في البوزيشن اللي تحت خالص. دي هتلاقيها نزلت مره واحده كده، نزلت مره واحده لتحت، خلاص عشان تبقى المسافات يعني. ما اصل لو انت عايز الاداه هو يضغط عليها ينزل تحت، تنزل تحت على طول. طبعا احنا بنتكلم على البوتوم كمثال، انت ممكن تحط كذا حاجه يعني، ممكن تحط عندك فيرجوال، ممكن تحط كارد فيو، ممكن تحط هوريزونتال مثلا اريجمنت، ممكن تحط فيرجوال اريجمنت مثلا. كل ده انت ممكن تحطه في بدل البوتون يعني تشتغل فيه. برضو عندنا برضو اداه ثانيه اللي هي في الانيميشن اسمها جيت ليفت بوزيشن، يعني تخليه في اليسار، هيخليه في اليسار هنا، تمام. وجيت برضو رايت بوزيشن، هيدخل في اليمين على طول مباشرة بدون أي حدود أو بدون أي حاجة إحنا مختارينها ككاستم يعني. في عندنا برضو تاني، إحنا قلنا البوتوم وقلنا الليفت وقلنا الرايت وقلنا التوب اللي هي فوق عكس البوتوم. وفي الجيت إكس بوزيشن واللي واي، طبعا أنتوا عارفين النقطتين بتاع الواي والإكس، ممكن تبحثوا عنهم في جوجل وتعرفوهم أكتر إيه هي الإكس وإيه هي الواي. وعلى هذا الاساس الاداه نفسها هتبقى في نقطه الاكس او نقطه ايه؟ نقطه الواي. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من درس النهارده، الدرس النهارده مهم جدا لازم نركز فيه في كل حاجه. اتمنى ان انتم لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل دروس
او كل لما ينزل درس جديد ان شاء الله بنحاول نبقى معاكم، بنحاول نخليكم محترفين اكتر. اتمنى يعني كاقل دعم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو طبعا يعني دوس لايك وشير عشان يقدر غيرك يستفيد اكتر. كمان ما تنساش ان انت تكتب تعليقات، لان احنا بنخصص كل درس ليه جزء اول خاص بيه الرد على التعليقات والرد على طلبات كمان التطبيقات، ان احنا ان شاء الله الناس اللي هتطلب تطبيقات او هتعمل هنبدا نشرح لها ازاي تعمل التطبيقات كبدايه ان شاء الله في الجزء الثالث باذن الله في الدوره. لازم تعرفوا ان احنا معاكم ان شاء الله، وباذن الله كده بالتوفيق، وهننهي الدوره على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.